قصة ألمنا يرويها دمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيمنا برض الله همنا بالغربة يا مسلم قصة ألمنا يرويها دمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيمنا برض الله همنا بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم مسلم أنا وروحي الحزينة تنتظر تستقبل الروح شوق بلقاء أيتامي يتلاها بجمور والصبر جيب منه حياكم الموت ببدايات العمر من قطعة والنحرة وبهالمصاب الله يعظم للأجر بكم أواسي حسين يا الغايب وطال السفر جيتك يا ابوي على الأثر ولشوفتك قطع النحر أصبح علامة راضي النفس ابنك غدا يا ابوي كل دمي فدا ما وفي من صد الهدى حق الإمامة وأنا اللي عشت بهاليتم مسلم إذا مرها الاسم بالدمع عيني تبتسم بسمة يتامى قبلي أخوي على الثرى آثر علي بمن حرى واتبعت بالدم الجرى جينا بسلامة قصة ألمنا يروي هدمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيمنا أرض الله همنا بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالكوفة خانة وبيا والمدمع هما ما أبجي من هالحال أبجي على حال ابن الوديعة فاطمة صار بخطر وهو ما توقعت عذاري يكتب هالدماء ما جانت على البال خبروني شنه اللي جرى بمخيمة حين اللي راس انشال جيش العدا لما انهجم جنت اركضوا بي الألم ما أدري ردت للخيم أختي حميدة وعليها ما أدري شجرة يا خوفي ظلت حايرة داستها خيل الغايرة طاحت شهيدة وأنا اللي عذب مهجتي ليت نادي عمتي زينب تمنت رجعتي رجعة بعيدة شلون رجع بعيد الدرب وانظرها والمدمع يصب بين الأعادي وتنظرب ظلت وحيدة قصة ألمنا يروي هدمنا بالغربة يا مسلم حرق وخيمنا بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم بالغربة يا مسلم صبركم الله على الجرى طف كربلاء قاسيتوا هالأخطار والأصعب علي وتحن روحي إلى حال العقيل أفصار لهف على زينب بالعيال مكفلة بين السلب والنار ظلت غريبة وطلعت ويا الهايلة مسبية على الأكوان
ظلت غريبة بلا ولي وتنادي يا غيرتها لي منه اللي يدرك بتعلي شدتها ضمها كافلها طاح على النهر شمر الخنا عليها جسر لو يمها عباس القمر من يدنا يمها عمات واطفال بخطر وياهم ايش سوى الدهر كم طفل ليل يوم القهر اسمع علمها تبجي القي من الحزن دمعتها تجري من الجفن صوت العدو فوق المتن بيتجاه